طيب الفريق الأحمر للمرة التانية بيفوز بتاني مهمة ونفسي بيروح في أول الرحلة دي. تعالوا نكمل اختيارات بقى. اختيارات برضو الولاد بس هما اللي بيجاوبوا، الصغيرين معرفتوش ممكن تستخدموا وسائل المساعدة. يلا السؤال هنا اهو، في اختيارات ما بين الأقواس، هديكوا ثلاثة أوبشنز. ما تتسرعش، أديني بقول لك أهو أنا عرفتك. ما تتسرعش، ما تتسرعش، أنا عاملاها أغنية. ماشي، لمادة مش عادية، لدى نور، تسع قبعات للحفلة. قبعات يعني هاتس. سبعة. تسعة بقول لك، أنا بقول لك. تسعة ولا سبعة؟ اسمعوني، لدى نور 9 قبعات للحفلة، وهي تحتاج 19 قبعة لحفلتها. كم قبعة تنقصها؟ 9 ولا 10 ولا 11؟ 11. 10. ليه يا ابني؟ اصبر. اصبر صحيح، احسبها كده. 9 10 انت بابا 9 وهي عايزه 19. اه يبقى فاضل لها 9 ولا 10 ولا 11؟ 10. 10. 10 ولا ايه؟ ناخد الاجابه نعتمدها. 10. 10، برافو. ماشي، هناك 13 سمكه في الحوض، سبحت بعضها خلف الصخور وبقي 8 سمكات امام الصخور، ما تقولش اي حاجه خالص. كم سمكه خلف الصخور؟ 5. عالم عالم، مش محتاج اختيارات، برافو. اداه ايه ده؟ قال لك ايه ده؟ عمال اعمل كده. ما شاء الله. اداه تستخدم في تقطيع الاخشاب لاحجام مختلفه، المنشار، المفك، الشاكوش. منشار. منشار، برافو. ماشي، اداه يستخدمها الفلاح في حفر وقلب التربه لتهيئتها للزراعة وقطع فروع الأشجار. الفأس. الفأس، ما قلتش والله، ما قلت اختيارات، الله أكبر. ماشي، سهلة. سهلة أوي يعني. أنا فاكهة في حبات شكلها عجيب، يجففوني أصبح زبيب، العنب، الرمان، المشمش. عنب. عنب طبعاً، برافو. مني ألوان كتير، أصفر وأحمر وأخضر، أحياناً بكون حار، اوعى مني تكتر. أحمر. التفاح، الفلفل، البصل. الفلفل. الفلفل. إيه أحمر إيه؟ أنا بس الفلفل. ماشي، هو محمد عامة إيه؟ يعني جاي معاكي جامد وأنقذك جامد بقى، جامد يعني في الفقرة دي في الأسئلة. وبكده يبقى الأسئلة هنا طبعاً أكتر من هنا في الإجابات، هنا المهام اكتر من هنا، فاحنا الحمد لله لغايه دلوقتي متعادلين، بس هنشوف هنعمل ايه بقى عند التوازن. يلا بينا. يلا بينا ولا ايه؟ يلا يلا.